السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء النهارده مع بعض إن شاء الله هنحل الأداء المنزلي الخاص بالصف الأول الثانوي تناولنا قبل كده الأداء الصفي وكمان تقييمات الأسبوع رقم خمسة كاملة يلا بينا كده نبدأ في الأداء المنزلي هنا بنقول ميز من البدائل التالية واحدة مما يلي أو واحدة مما يميز الوصية عن بقية النثر في العصر الجاهلي تتميز بقصر الجمل طيب أنا عندي الخطبة وعندي خلي بالك وعندي الوصية برضو يتميزوا بقصر الجمل يبقى قصر الجمل دي ليست من سمات الوصية الوحدة فبالتالي مش هختار طب هنا بنقول إيه تلقى أو تترك مكتوبة صح لأن الوصية ممكن تلقى يعني تلقى يعني ممكن تقال مشافهة للناس وممكن تترك مكتوبة يعني صاحبها يكتبها ويتركها لي من يوصي فبالتالي فعلا ده ما يميز الوصيه طب قال لك تتسم بوضوح الدلاله طب ما انا عندي كله بيتسم بوضوح الدلاله تقال لجمع من الناس طبعا خطا لان عندي الذي يقال لجمع من الناس ليس الوصيه بل ايه بل الخطبه طيب يلا بينا كده بعد كده بنقول اختر مما يلي البيت الذي يشير الى التشبيه وهنا بنقول ايه أقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي أنا عندي البحر وعندي البدر دي استعارة تصريحية استعارة تصريحية لأنه شبه فيها الإنسان اللي هو بيمدحه بالبحر تمام فبالتالي البحر ده مشبه به والبدر مشبه به إذا ده استعارة وليس تشبيه طويل النجادي رفيع العمادي ساد عشيرته رضى ما عنديش تشبيه برضه تحية أي تحية أيها القتلى وتسليما بلغتم الشأوى تخليدا وتعظيما برضه مفيش تشبيه قال لك إذا ما الرعد زمجر خلت أُزدا فبيشبههم بالأسود تمام خلت أُزدا أو خلت أُزدا فبالتالي شبههم بالأسود فبالتالي عندي هنا مشبه ومشبه به اللي هو الأسود أو الأسد تمام فبالتالي ده هو التشبيه يبقى الإجابة كده رقم د هي الصحيحة. بعد كده بنقول قال الشاعر له هزة كهزة السيف إذا طرب وجرأة كجرأة الليث إذا غضب وقال لك حدد نوع التشبيه في البيت السابق بص يا سيدي احنا هنا بنقول ايه له هزة تمام له ايه له هزة كهزة السيف فعندي هزة دي مشبه ركز معايا كويس وهزة السيف ده مشبه به واحنا متفقين طالما المشبه كلمة والمشبه به كلمة يبقى التشبيه هنا تشبيه مفرد تشبيه مفرد يعني إيه؟ يعني أنا شبهت كلمة بكلمة إذا التشبيه كده تشبيه مفرد طيب كويس جدا 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 طيب أنا عندي هنا مشبه ومشبه به وعندي الكاف أداة التشبيه طيب إيه اللي يشبه الهزة بتاعته بهزة السيف هما الاتنين شكل بعض في إيه إذا طريبة طيب يبقى ده وجه الشبه عندي برضو جرأة كجرأة الليث فجرأة مشبه وجرأة الليث مشبه به والكاف أداة تشبيه وإذا غضب دي وجه الشبه الحاجة المشتركة ما بينهم إذا كده عندي أربع أركان من أركان التشبيه إذا التشبيه بتاعي تشبيه مفصل تشبيه مفصل بعد كده قال الشاعر ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم طب هنا عايز ايه قالك استخرج من البيت السابق فعلا ناسخا وبين نوعه نوع خبره فين الفعل الناسخ يكو يكو طب مستر فين النون عادي يا سيدي انك تقول او انك تلاقي النون محذوفة عادي جدا يبقى يكو دي هي يكن كويس طب فين اسمها بقى يكو هو يكو هو يبقى اسم يكن هنا ضمير مستتر تقديره هو اه اذا عندي كلمة ذا هتكون هي الخبر طب خبر كان بيبقى ايه؟ خبر كان طبعا بيبقى منصوب، طيب اعربه كده هتقول خبر كان طبعا منصوب، طب منصوب بايه؟ منصوب بالالف لانه اسم من الاسماء الخمسه، طب نوعه ايه؟ نوع الخبر هنا ايه؟ طبعا مفرد، تمام لان احنا متفقين في الشرح ان لو عندي اسم غير متصل بضمير بيبقى نوع الخبر مفرد. قال الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها وقال لك هنا ما حكم اقتران خبر الناسخ فيما سبق بان والله دي معلومه محفوظه محفوظه ازاي انا عندي الفعلين الفعل عسى والفعل اوشك ما لهم بقى يكثر اقتران خبرهما بان الاثنين وعندي حرى وخلولق يجب وعندي كاد وكرب يقل وعندي افعال الشروع يمتنع فهو بيسالك عن يوشك فالحكم هنا تقول له يكثر بس كده يكثر اقتران الخبر هنا بان فقط